خويا كان درويش الله يعمر، هذا ما عمرنا شلنا كلمة العيب منه، كان عزيز علينا بزاف. ملي سمعنا الخبر الدنيا ضاعت بيا، انا ملي قال لي راه خالف مات الله يرحمه، صاي وليت كنشوف شي حوايج، ما خلى ثلاثة ديال الوليدات مسافر، والدرية الصغيرة يلاه عدا عامو، تا كان يطاح من طروازيام طاح على راه بناه. كنطلبوا الله وكنطلبوا من المسؤولين يراعيوا البني، البني بالاخص البني والناس اللي كيخدموا في البني، كيمشيو الضحايا بزاف. كنطلبوا من المسؤولين اللي هما مكلفين بهذا الشيء يردوا بالهم من البنايه، البني راه بزاف الناس كتموت فيها. هذه هو على السيد هذا اللي سميتو حميد مات الله يرحمه، من جميع المسلمين ماشي دار بنايه، خدام بني ما كاينينش. وهذا هو واحد البني اللي راه كلشي كيعرفو فيها شويه بزاف، ملي كتشد كتلقى مع مول الدار شوف كتخدم كتفهم معاه على حساب كاين حتى شي شهور طايح مسكين كيدير في كوفراج وطاح تروازيام ايطاج بنايا، غتكون ديك 48 بحال هكا 50 48 بحال هكا، وعندو جوج وليدات مسكين. والله يدير شي تاوي ديال الخير، مسؤول راه كلشي باين داكشي.